من جهة أخرى، أوضح وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر في مؤتمر صحفي أن الحكومة تدرس عدم التمديد للفريق الأممي بعدما ثبت عدم حياديته. نحن الآن نعد ردا قويا، أيضا ندرس مع الأشقاء في دول التحالف ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الفريق، وندرس كافة الخيارات بما فيها وقف التمديد أو عدم التمديد لهذا الفريق طالما أثبت عدم حياديته وعدم دقته خلال 6 أشهر فقط من عمله. طبعا زيارات الفريق إلى اليمن لم تستغرق في مجملها أسبوعا واحدا.